السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم محاضرة بعنوان الاستذكار الجيد. طبعا امتحانات الشهر مين هي يا بنات؟ الساعة 5:30 الفجر. طبعا لازم نكون مستعدين للامتحان. كيف نستعد للامتحان؟ بالمذاكرة. أي مذاكرة يا بنات؟ لازم تكون مذاكرة إيه؟ جيدة. مذاكرة جيدة لها مواصفات معينة. ليه؟ عشان حصل أعلى الدرجات المطلوبة مننا. تمام؟ المذاكرة لها عناصر، الاستذكار الجيد له عناصر. أول عنصر فيه المادة اللي معايا، أيا كانت المادة لغة عربية، رياضيات، علوم، دراسات إنجليزي، تربية دينية، أنشطة، أي مادة لازم أتعامل معاها من خلال ثلاث عناصر. أول عنصر تحضير مسبق، يعني تحضير مسبق بكرة عندي مادة كذا في درس كذا أحضره الأول. كان أدخل وأنا عارف المعلم أو المعلمة هيتكلموا معانا في بالظبط. لما أحضر المادة الأول هيستوعبها بسرعة، وفي نفس الوقت في أسئلة عندي هتظهر المعلم والمعلمة بيشرحوا، لو جاوبوني عليها خلاص، طب ما جاوبونيش عليها أبدأ أسأل عشان أعرف الغموض اللي في الإيه؟ في المادة. لو ما حضرتش هيبقى صعب علي أعرف الأسئلة لأن أنا ما توقعتهاش خالص كده. يبقى ده أول تعامل إيه يا بنات؟ التحضير الإيه؟ المظبوط. رقم اثنين، أخدت المادة النهاردة، أخدت النهاردة عربي، درس كذا، علوم، درس كذا، دراسات، درس كذا. أعمل إيه؟ أروح أذاكر أولا بأول، خدت النهارده عرض رياضة علوم هذاكرهم على طول. ما نجلهمش تاني يوم ولا تاني أسبوع، لأن أدي العملة اليوم هي الإيه؟ يبقى ده التعامل التاني مع المادة، حضرتها في الأول، بعد كده بذاكرها أول بأول. الخطوة التالتة كانت اللي هي إيه بقى؟ المراجعة، ودي مهمة جدا. أنا ذاكرت النهارده، كمان أسبوع أو كمان أسبوعين أراجع نفس الدرس من تاني اللي إحنا خدناه وذاكرناه. المراجعة علشان أكيد حاجات نسيتها، حاجات صعبة عليا في الأول لما برجع عليها تاني بثبت الإيه؟ المعلومات. يبقى العناصر كام يا بنات؟ أول حاجة تحضير، بعد كده مذاكرة أولا بأول، بعد كده مراجعة. يبقى ده عناصر الإيه؟ الاستذكار الجيد. طيب كيف أبدأ إيه؟ أنا حقيقة خدت النهاردة رياضيات ولغة عربية تمام ودراسات. أكيد في مواد صعبة شوية وفي مواد سهلة. صح؟ هنبدأ بالصعب ولا بالسهل؟ بالصعب. لسه ذهني فاضي، لسه ما اتحشاش بالمعلومات، لسه فاضي. هبدا بالماده الصعبه الاول وهتاخد الرياضيات، محتاجه ذهن صافي شويه. تمام. طب في مواد عايزه حفظ، الحفظ اخليه امتى؟ يفضل ان الحفظ يكون بالليل. ليه بالليل؟ ليه ما تخش بالنهار مثلا؟ بالليل ليه؟ هتحفظي الحاجه وهتنام على طول. هات حاجه عملت ايه؟ حفظتي. وانت نايمه حاجه اسمها اللاوعي شغال بيردد اللي انت حفظته، سواء كان نشيد او حياه او حديث بيردد مع نفسه. تقوم الصبح مجرد مراجعه على السريع على الدرس اللي انت حفظتيه سبق على طول. يبقى هنخلي الحفظ امتى يا بنات؟ قبل ما ننام. خلاص؟ علام على الحفظ. مخي شغال فيه. بيردد مع نفسه وانا نايمه مش حاسس باي حاجه، وشغال مع ايه؟ اللاوعي شغال ايه فيه. تمام؟ طيب في حاجات بقى مهمه جدا بالنسبه لنا لما نيجي نذاكره، محتاجين البيئة اللي انا هذاكر فيها، اللي هي المكان. ينفع اذاكر قدام التلفزيون؟ لا. يبقى ده ممنوع. ينفع اذاكر مع التليفون كده وعمال العب فيه؟ لا. ينفع اذاكر كويس كورس صغير بيلعب ولا حاجه او بلعب او في لعبه معايا واقعد بلعب بيها؟ ينفع اذاكر وسط الناس اللي بيتكلموا؟ ينفع اذاكر مثلا وانا مثلا في مكان بشايف في الناس رايحه وجايه؟ هشتغل بيه. وانا نايم على السرير؟ ينفع وانا نايم على السرير؟ ده النوم هياخدني على طول هيسحبني معاه؟ يبقى لازم كده مكان اولا مواصفاته اضاءه جيده عشان ايه؟ يغير. تمام؟ مهم جدا الاضاءه جيده. حاجه ثانيه يكون فيه هدوء بقدر الامكان. تمام؟ القعده تكون مريحه، ما اكونش انا منحنيه جامد كده ولا قاعده عوج ولا نايم على ظهري، ما ينفعش. قاعده ظهر مستقيم. تمام؟ المكان المكتب او الطبيعي اللي بذاكر عليه تكون مناسبه لقعدتي، ما تكونش عاليه خالص ولا واطيه خالص عشان ايديا ما تبقاش لو عاليه او ظهري ينحني لو واطيه خالص. لا تكون قاعده مريحه. تمام؟ وفي نفس الوقت ما تقعديش على المذاكره على طول، يعني مثلا ما تقعديش ثلاث ساعات مره واحده، قسميها. الماده اللي هذاكرها قد ايه يا بنات؟ نص ساعه، يبقى نص ساعه قومي اعملي كوبايه شاي وتعالي. يمين حاجه ساعد ماما في المطبخ وتعالي. ارفعي نفسي شويه وتعالي، يبقى عملت فاصل بين اللغه العربيه بين الرياضه بالانجليزي، فاصل خمس دقائق او اكثر، فاصل بحيث تجدلي نشاطك مره ثانيه. لكن هتقعد على المذاكره ثلاث ساعات ورا بعض، المخ هيحصل له ايه؟ هيجهد ويتعب. يبقى عايزين نعمل ايه يا بنات؟ ترتيب. شوف مهم جدا، ابدا الماده الصعبه وفي نفس الوقت اعمل فاصل بين الماده والثانيه. ما ينفعش اذاكر الرياضه وراها العربي على طول، وراها الانجليزي على طول، هيدخلوا في بعض. ما اعرفش انا ذاكرت ايه. يبقى لازم اعمل ايه يا بنات؟
تنظيم، واعمل فاصل صغير كده بين المادة والتانية. وحاجة تانية مهمة جدا بالنسبة لنا، لما نذاكر أول بأول مفيش تراكمات اليوم التاني. طب لو أنت أجلتي مادة التانية هيحصل إيه؟ هتضطري إنك تأجلي مادة من اليوم التاني. هيجي اليوم اللي بعده تأجلي مادتين، هتلاقي نفسك بتأخري، هتلاقي نفسك اتأخرت خالص عن زمايلك. يبقى إحنا لازم نذاكر أول بأول، ما ينفعش يوم يعدي من غير إيه؟ مذاكرة. وحاجة تانية، هنخلي حياتنا كلها مذاكرة؟ محتاجين ترفيه. الترفيه بالنسبة لنا هيكون إيه؟ ممكن نلعب شوية، نتفرج على التلفزيون شوية، تمام؟ هلعب مع إخواتي شوية. عندي هواية رسم، أرسم، هواية قراءة، نقرأ حاجة خارج المنهج، تمام؟ هواية موسيقى، هواية غناء، بما بمارس هواية معايا، بحفظ قرآن كريم، بنام الثقافة عندي، بسمع برنامج ثقافي مفيد جدا، تمام؟ غير هواية رسم أو تقييم اللي أنتم بتعملوه مثلا اللي هو الغزل أو النسيج الحمد لله، لازم يكون عندك هواية علشان مخك عبارة عن فصين وفاكرين، فص أيمن فص أيسر، فص الأيمن ده محتاج موهبة وإبداع، حاجات حلوة كده زي الفنون، الفص الأيسر هو المذاكرة، ذاكرنا مع الفص الأيسر محتاج إيه؟ أجيب الجانب الترفيهي مع الفص الإيه؟ الأيمن. عايز بقى طلبة تلخصي لنا كل اللي فات كده، عناصر القراءة، عناصر المذاكرة الجيدة اللي هي إيه؟ العناصر، أول حاجة تحضير، ثاني حاجة تالت حاجة مراجعة. نبدأ بالمادة صعبة وبعدها سهلة. مذاكرة كله ورا بعضه؟ لا أعمل إيه؟ الفاصل أجيب طويل ولا قصير؟ قصير تمام؟ عشان أرجع تاني أذاكر. هنخلي اليوم كله مذاكرة؟ لا هنعمل إيه معاها؟ ترفيه، ترفيه عبارة عن إيه؟ لعب أو هواية تمام؟ أو رسم. أي هواية عندي تحس إن حياتي كلها مليانة. لو أنا عملت كده هنوصل للنهاية إن أنا إيه؟ هكون متفوقة وأطلع من إيه؟ من الهواية. فاهمنا الموضوع؟